المطلب الأساسي الأمان. الهدف وقف الجريمة ومحاسبة المجرمين للحفاظ على تماسك المجتمع الفلسطيني. أصابع الاتهام موجهة للاحتلال الإسرائيلي وشرطته، والاحتجاجات كما يقول منظموها هي نتاج الحدث وليست الحدث نفسه. فما قصة العنف والجريمة المسكوت عنها في مدن فلسطين المحتلة؟ أم الفحم، إحدى المدن الواقعة في منطقة المثلث شمال الأراضي المحتلة عام 1948، سكانها جميعاً من الفلسطينيين المسلمين ويطلقون عليها اسم أم النور، تحتضن نشاط الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. لأسابيع متتالية تدفق عشرات الآلاف من فلسطيني الداخل المحتل إلى أم الفحم للتظاهر والتنديد بالعنصرية والظلم وانتشار الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية. لكن كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من الجريمة وانعدام الأمن؟ الأهالي يوضحون عدة أسباب سنحاول تلخيصها. السبب الأول: السياسات الحكومية الإسرائيلية التي جعلت مجتمعات الفلسطينيين في وضع خانق من تهميش وترد للخدمات وشعور تام بغياب القانون والنظام. أدى ذلك حسب الأهالي وجمعيات حقوقية إلى ارتفاع الجرائم بين الفلسطينيين من القتل وتجارة المخدرات والاعتداءات المختلفة بشكل فردي أو حتى ضمن عصابات. السبب الثاني: محاولة الاحتلال تحويل بلدات الفلسطينيين إلى حدائق خلفية تشهد شتى أنواع الانتهاكات من خلال التسيب الأمني الذي يعتبره كثيرون تواطؤاً. فنحو 70% من السلاح المستخدم لارتكاب الجرائم في هذه المناطق هو سلاح إسرائيلي خرج من مقرات ومستودعات الجيش الإسرائيلي، وفق ما صرح به النائب الفلسطيني أيمن عودة أمام الكنيست. لكن الكثير من الجرائم ترتكبها شرطة الاحتلال بدورها ضد فلسطينيين بحجة فض هذه الخلافات. السبب الثالث هو التقاعس عن التحقيق في هذه القضايا لسنوات عديدة، فالتحقيقات في معظم هذه الجرائم تنتهي بتقييدها ضد مجهولين أو بإغلاق التحقيق لعدم كفاية الأدلة. الاحتجاجات ضد استفحال الجريمة تصاعدت مؤخراً واتسعت رقعتها نحو مدن ومناطق أخرى في الأراضي المحتلة، منها طمرة وكفر قرع وباقة الغربية وكفر قاسم. انفجار الشارع الفلسطيني الذي انطلق فحماوياً لم يأتي في يوم وليلة، بل جاء تراكمياً على مدار سنوات. من عام 2000 ارتقى 13 شهيد في الداخل الفلسطيني، من ضمنهم 3 شهداء في أم الفحم. تم بعد الضغوطات تم تشكيل لجنة سميت بلجنة أور. لجنة أور كانت هذه اللجنة مختصة في التحقيق في ملابسات الحادث وفي تتعلق بأمور الداخل الفلسطيني. إلى اليوم لم تجد هذه اللجنة حل مع أهل الداخل المحتل. القرارات اللي اتخذتها لجنة أور بعد أحداث عام 2000 هو كان نقل عائلات الإجرام العربية المتواجدة في المدن اليهودية إلى القرى والمدن الفلسطينية لنشر السلاح، السموم، وتفكيك النسيج الوطني الفلسطيني في داخل قرانا ومدننا، وتوجيه السلاح والعنف تجاه فتياتنا وشبابنا الفلسطينيين. 80% من ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل كانوا من الفلسطينيين الذين يمثلون نحو 5 السكان. أكثر من 1700 قتلوا في هذه الجرائم منذ عام 2000، 96 منهم قتلوا خلال عام 2020. شخصياً بعرف عشرات حالات القتل اللي عنا في البلد صارت، وآخرها 4 جرائم قتل من نفس العيلة، وآخر ضحية كانت شاب بالعشرينات. عائلات الضحايا وآلاف الفلسطينيين الذين يعيشون حالة قلق دائم يرون أن الاحتلال يستغل العنف الداخلي ليشغلهم عن قضايا أساسية كالعنصرية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. سياسة الشرطة هي تسعى إلى تفكيك أواصر المجتمع من خلال نشر الأسلحة، من خلال تواطؤها مع عصابات الإجرام في الداخل الفلسطيني، وغض الطرف عن كثير من الشواهد والأدلة التي تدين هؤلاء المجرمين، وبحجة أن هؤلاء العرب هم هذه ثقافتهم، هذه العصبية القبلية التي يتبعونها. هل يكون الحل إشراك جهاز الأمن هذا لمحاربة العنف؟ إحدى المبادرات اقترحت إشراك جهاز الأمن الداخلي الشباك في محاربة الجريمة، لكن متظاهرين ومؤسسات حقوقية يرفضون ذلك. لماذا؟
لأنهم يرونه تعدياً على الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية للمجتمع الفلسطيني، نظراً للدور التاريخي الإجرامي لهذه المؤسسة بحق الفلسطينيين ودورها في قمع النشاط السياسي والتحكم السلبي في المدارس والمناهج وغيرها من الانتهاكات المستمرة. فما هي مطالب المحتجين إذن؟ اللي بتطلع علينا من برا بفكر إنه هاي مظاهرات عادية وعابرة، ولكن إحنا مطالبنا أكبر وأعمق من هيك بكثير. إحنا منطالب بالعيش بأمان، منطالب وقف السياسات العنصرية، منطالب بالنظر للأسباب الجذرية لتفكيك نسيجنا الفلسطيني، ومنطالب بنشر الوعي والثقافة إنه إحنا شعب غير عنيف، إحنا شعب مثقف وعنده أخلاق وقيم ومبادئ. كثيرون يشعرون بخيبة الأمل من القيادات الفلسطينية التي تشارك في انتخابات البرلمان الذي ينظم مجتمعاتهم ويتحكم في أمنها بسبب دعمها لبني غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، وبسبب تقسيم القائمة المشتركة التي تمثل أطياف الفلسطينيين بالداخل، إضافة إلى أسباب تتعلق بعجز النواب العرب عن فرض وتغيير قوانين إسرائيلية تتعلق بأمن وحياة المواطن الفلسطيني في الداخل المحتل.